وإذا بهم جميعاً سواسية. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر: هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عبق في المحاجر، ثم قالت: أيها السائل، إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان. وتلاقى في بقايا العبد رب الصولجان الملك، وتلاقى في بقايا العبد ملك أصبح بقايا عبد، لا ليس بعبد مستو كما كان. وتلاقى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. أيها القبر تكلم واعذريني يا رمام، هل طوى أحلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لقد أحصاهم كما قال القرآن، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.